السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة على قناة المهبوس نت. وكما رأيتم في العنوان، هذه الحلقة إن شاء الله سنتناول معكم موضوع يبحث عليه الكثير من اليوتيوبرز أو منشئي المحتوى على اليوتيوب، وهي طريقة تحويل النص أو الكتابة إلى تعليق صوتي ودمجها مع الفيديوهات الخاصة بهم خلال المونتاج والحصول على فيديوهات أو تعليقات يعني نقول عليها أنها شبه احترافية. واليوم إن شاء الله هذه الحلقة كانت مساعدة للإخوان وكذلك الأخوات بالنسبة للحلقة التي مضت، وقد تناولنا فيها طريقة إنشاء فيديوهات احترافية والتعديل عليها وإضافة تعليق صوتي. الكثير من التعليقات أسفل الفيديو من طرف المتابعين كانوا يقولون بأن الموقع لا يدعم اللغة العربية. هناك كذلك العديد من التعليقات يقولون بأن الموقع الذي شرحناه أنه لم يعد يدعم اللغة العربية، وهذا صحيح. عندما دخلت إلى الموقع وجدت أنه لم يعد يقوم بدعم اللغة العربية، وكذلك قمت بتجربة مواقع أخرى كنت أعمل عليها، وجدتها أنها كذلك لم تعد تدعم اللغة العربية. وهذا ما جعلني أبحث لكم عن طريقة بسيطة جدا لتحويل النص أو التكست إلى نص أو عفوا إلى الصوت، ويمكنك أن تقوم ب يعني دمجه مع الفيديوهات الخاصة بك بكل بساطة. ولكن قبل أن أشرح الطريقة البسيطة التي سوف أقدمها اليوم إن شاء الله لتحويل النص إلى صوت أو تعليق، أقدم لكم هذا الموقع الذي ما زال يعمل ويدعم اللغة العربية، تجدونه أسفل الفيديو إن شاء الله. ما عليك أن تقوم بالولوج إلى الموقع، ثم تقوم بكتابة النص الذي تريد العمل عليه أو تقوم بلصقه، ثم تضغط على بلاي هنا، ويعني قبل ذلك تقوم بتحديد اللغة من هنا، اللغة العربية، ثم تضغط على بلاي من هنا. هكذا يمكنك أن تقوم بالحصول على تعليق صوتي باللغة العربية. أما فيما يخص طريقة الحصول على هذا الصوت أو تنزيله على الحاسوب الخاص بك، فقط يكفي أن يكون لديك برنامج لتسجيل الصوت على الحاسوب الخاص بك. ونحن في الفيديو السابق والذي سوف تجدون رابطه أسفل الفيديو شرحنا الطريقة بشرح مفصل، سواء من حيث تسجيل الصوت وطريقة التعديل عليه على برنامج كانتازيا ستوديو. والآن سوف أريكم عينة بسيطة جدا لطريقة تسجيل هذا الصوت والمنتجة الخاصة به على برنامج كانتازيا ستوديو. مثلا هنا تقوم بفتح برنامج تسجيل الشاشة أو تسجيل الصوت على الحاسوب الخاص بك، أي برنامج يمكنك التعامل معه، يعني ليس بشرط أن تستعمل هذا البرنامج الذي أستعمله أنا. مثلا أنا كنت أقوم بعمل يعني ريكورد فقط للسيستم أو الصوت الخاص بنظام تشغيل على الحاسوب، وأقوم بنزع الميكروفون ثم أضغط على بلاي هنا، أقوم بتشغيل الصوت ثم أضغط على ريكورد من هنا، يقوم البرنامج بتسجيل هذا الصوت وأحصل عليه، ثم أخذه إلى برنامج كانتازيا ستوديو وأقوم بوضعه على الفيديو الذي أريد العمل عليه. كان هذا فيما يخص الموقع الذي قدمته اليوم، وكما سبق وقلت شرح المفصل إن شاء الله تجدونه في الحلقة السابقة أسفل الفيديو. أما الطريقة البسيطة التي جلبتها لكم اليوم والتي هي بسيطة جدا، ما عليك إلا التوجه إلى ترجمة جوجل. كما يعلم الجميع أن ترجمة جوجل تحتوي على جميع اللغات العالمية مع إمكانية أن تسمع صوت النص الذي تريد أن تقوم بترجمته. ونحن اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نقوم باستغلال هذه الخاصية للحصول على تعليق صوتي. مثلا قمت بإحضار هذا النص وألصقته هنا في ترجمة جوجل. لأحصل على هذا النص فقط يكفي أن أضغط هنا على الصوت.
وتقوم بتسجيل هذا الصوت وتحصل عليه يعني بشكل بسيط جدا. ومن المستحيل أن جوجل أو ترجمة جوجل سوف تزيل اللغة العربية بهذه الطريقة، يعني أنه يمكنك أن تحصل على تعليقات صوتية في أي وقت وبطريقة سهلة جدا. أتمنى من صميم القلب إن شاء الله أن هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. إذا كانت لديكم تعليقات أو استفسارات لا تترددوا في وضعها أسفل الفيديو وسوف نجيب عليكم بإذن الله. وإذا كانت هذه أول مشاهدة لك لقناة الموسنات، الرجاء الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر في القناة لتنضم إلى أزيد من 1200 متابع، وكذلك لا تنسى تفعيل خاصية زر الجرس لتتوصل بكل تنبيهات عندما نقوم برفع فيديوهات جديدة، وكذلك لا تنسى لايك للفيديو لأن هذا يشجعنا بشكل كبير جدا حتى نقوم بإحضار لكم حلقات جديدة إبداعية للربح من الإنترنت أو في مجال التقنية. ولم يبقى لي سوى أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.